بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حالي شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا اس اي. شرح بسيط كيف تفتح الباكجات عن طريق الموقع او كيف تدخل عن طريق الموقع. كثير شباب واجهتهم مشاكل في تويتر، فهذا فيديو يشرح لك ان شاء الله ويكون وافي وكافي. بعد ما تسجل دخول من فوق على اليمين تضغط على ساين ان وتحط الايميل والباسورد حقك. بعد ما تدخل بيعطيك المربع هذا، تحط هنا الجواب حق السؤال السري اللي حطيته في البلاي ستيشن او في الاكس بوكس او في البي سي. بعد ما تحط الجواب، شوف اذا ما كنت عارف الجواب اضغط على فورجيت انسر، ترى بيعطيك 4 أو 5 محاولات، اذا استخدمتها راح يقفل اكاونتك. فيفضل اعتقد اذا قفل تقدر مره ثانيه تحطها مره ثانيه، بس مو مشكله. يفضل دائما انك تكون متاكد من جوابك السري، او اذا ما كنت عارف تحط تضغط على فورجيت باسورد. الان انا هنا حطيت الجواب السري. تاكد يا صاحبي ان ايميلك هو نفسه حق الالتيميت تيم، هذه اهم نقطه، لازم تتاكد انه نفس الايميل. أنا هنا حطيت الجواب السري اللي أنا أذكره وقال لي خطأ، يعني أنا مسجل دخول بحساب ثاني. برضو حاولت مرة ثانية وقال لي خطأ. لاحظ أني ما كملت محاولات، وقفت، رحت سجلت خروج عشان أتأكد من الإيميل هل هو نفسه ولا لا، ودخلت بالإيميل الثاني، الإيميل اللي عليه الحساب، اللي عليه حسابي أنا اللي أنا ألعب فيه. هذه المشكلة، الشباب يحسبون الاي دي هو نفسه ايميل اي اي الالتيميت تيم. لا يا صاحبي، ادخل على الالتيميت تيم على فيفا، بعدين روح الاعدادات الاونلاين، اختر الاي اي، اعدادات حساب اي اي، بتحصل الايميل حقك فوق. هذا الايميل هو اللي تسجل دخول فيه في الموقع. الاي دي حقك ما له دخل، اوكي هو مربوط فيه، لكن الكلام كله على الايميل اللي انت تدخل فيه موقع اي اي. فبعد ما تتاكد من الايميل وتدخل وتحط الجواب السري تضغط على جيت ستارتد فوق، بيقول لك عندك الفريق الفلاني، الفريق اللي انت مسميه. انا مسمي فريقي مستر فيفا اس اي. يقول هل تبيه ولا تغير اسمه؟ انا قلت ابيه نفس الاسم، لان تاكد من هذه، لانك لو ما حطيت الاسم اللي تبيه ما تقدر تغيره بعدين، الا اعتقد انك لازم تشتري المصري يعني محمد من الكتالوج. المهم اني فتحت الباكجات. بعد ما تفتح الباكج تضغط كونتينيو، يوديك للقائمه اللي تختار منها. طبعا كالعاده الحظ، يا سلام يا حبيبي يا الحظ. عموما انا شفت بعض الناس قلت الحمد لله، انا على الاقل طلع لي بعد شوي تشوفون اللاعب اللي طلع لي. ودي اختصر الفيديو، اذا بقصقص الفيديو سريع سريع. المهم تضغط كونتينيو، اذا خلصت قال لك ان في جيفت عندك هديه. اعطوني ظهر برونزي، خذ لك يا حبيبي هديه على كل الشرحات اللي اسويها وعلى كل حبنا الفيفا. اعطوني برونزي، لا برونزي بعد ظهر كله عقود. المهم هنا يا صاحبي الباكجات تختار منها اللي تبي، الباكجات اللي عندك اللي تقدر تفتح فيها. على فكرة الفيفا بوينت ما تقدر تضيفها الآن، أعتقد مستقبلا ممكن تقدر، لكن حاليا ما تقدر. حتى فيفا 13 ما تقدر عن طريق الموقع. فبعد ما تختار الباكج تضغط open تحت، أو خلينا نفتح الذهبي تضغط على open. بعد ما تضغط open يجيك الخيارين بعد اللعيبة طبعا، تختار يا تحطهم عندك في التريد بايل أو في النادي عندك تحفظهم، أو إنك كويك سيل إنك تبيعهم للمزاد. هذا أفضل لاعب طلع لي اليوم بربتوف، و1000 كوينز الظاهر أو 2000، 1000 كويس الحمد لله، اللهم لا اعتراض. فهذا باختصار يا شباب الشرح اللي ما عرف أو اللي إنجليزيته ضعيفة، فإن شاء الله يكون الشرح على الأقل كافي ووافي لو يعطيك المعلومة المطلوبة. يعطيكم العافية يا شباب، مشكورين ونراكم على خير إن شاء الله.